هيلو ما راح تتأجل، وإعلان عن لعبة ريزنت إيفل جديدة، ولعبة كوجيما أعجب فيها غير متوقع. حياكم الله في فقرة أحدث الأخبار من ترو جيمينج، معك فهد الشيحة، والآن خلونا نبدأ. هيلو ما راح تتأجل وبتصدر في عام 2021. واو، هاللعبة للحين الناس يتسألون عن مصيرها. السبب هو عدم الوضوح بخصوص بعض النقاط اللي تخصها، لكن تطمنوا، مدير المجتمع للعبة وهو براين جراد أكد للاعبين أن الاستوديو ملتزم أنه ينزل اللعبة قبل نهاية السنة الحالية. الاستوديو ما زال يعمل على بعض التفاصيل الصغيرة لتحديد موعد الإصدار النهائي، وبيتكلم عن هالموضوع قريب. يمكن يكون موعد الكشف عن التاريخ المحدد لإصدار اللعبة المنتظرة ضمن مؤتمر مايكروسوفت في معرض جيمز كوم هذا الأسبوع، واللي بنسوي له بث مباشر على قناتنا، ونبغاكم جميعا تكونون معانا وقت البث، واللي بيكون الساعة 7:45 دقيقة بتوقيت السعودية. قبل ما نترك هيلو، في كم خبر مؤكد من فريق التطوير بخصوص إطلاق اللعبة. خيار تقسيم الشاشة بيكون متوفر في نسخة الإكس بوكس من اللعبة، ولاحقا بتوفر الحاسب الشخصي. في المقابل، طور اللعبة التعاوني للأسف ما راح يكون متوفر وقت إطلاق اللعبة، لكنه بيصدر مع الموسم الأول لها، يعني بعد 3 أشهر من إطلاقها. ايضا طور الفورج بتوفر في الموسم الثاني من اللعبه، يعني بعد 6 أشهر من اطلاقها، والاولويه لفريق التطوير حاليا هو اصدار اللعبه بافضل شكل ممكن. تطوير اللعبه الان يمر بمرحله الصقل وحل الاخطاء، وقريبا بيتم استعراض طور القصه واللعب الواحد بشكل اكبر. حصلنا على موعد الالفا والبيتا للعبه كول اوف ديوتي الجديده. اكتيفيجن اعلنت عن موعد تجربه الالفا للعبه كول اوف ديوتي فانغارد، وهذه التجربه راح توفر لاجهزه بلاي ستيشن من 27 اغسطس الى 29 اغسطس، وبتركز على طور الشامبيون هيل. وبعدها راح يكون في عرض كشف للعب الجماعي في 7 سبتمبر، وبتوفر بعدها بيتا للبلاي ستيشن بين 10 و13 سبتمبر، وبعدين بتتوفر لباقي المنصات للي طلبها بشكل مسبق بين 16 و17 سبتمبر، وبالاخير تتوفر للكل بين 18 و20 سبتمبر. العلاقة بين اتحاد المصارعة WWE وشركة 2K Games متكهربة، والجزء الجديد راح يصدر في وقت غير متوقع. بحسب تقرير جديد من سبورتس جيمرز أونلاين، العلاقة صارت متوترة كثير بينهم، والسبب لعبة WWE 2K22. التقرير الأول يقول أن الاستوديو المطور ضغط على شركة 2K أنها تأجل اللعبة على أنها تصدر في شهر مارس سنة 2022، لأنه جالس يشتغل على نماذج جديدة للمصارعين من الصفر ويحتاج وقت زيادة، وشركة 2K تؤيد فريق التطوير، لكن اتحاد المصارعة ما هو راضي أبدا، ويبغى أن اللعبة تنزل في موعدها المعتاد المتزامن مع سلسلة Survivor Series. طبعا هذه ما هي المشكلة الوحيدة، كان في مشاكل سابقة خصوصا مع المستوى الكارثي للعبة WWE 2K20. الاتحاد طالبهم بلعبة أفضل هذه المرة، بس عشان تصدر لعبة أفضل تحتاج وقت أطول، بس شكل الاتحاد ما هو فاهم هذا الشيء، ونتوقع أن WWE تنهي الشراكة لو أن الإصدار الجديد فشل نقديا وتجاريا. أكيد كثير مننا يحب الألعاب اليابانية اللي تنتجها سوني، وكلنا طبعا نذكر اللعبة الرهيبة الأسطورية بلادبور، وعندنا لكم أخبار حلوة بهذا الخصوص. في مقابلة صارت مؤخرا مع هيرمان هولست وهو قائد فرق التطوير التابعة لشركة سوني عالميا، تكلم عن وضع الفرق اليابانية الخاصة بسوني، خصوصا مع اللي صار مؤخرا بالسدو اليابان الرئيسي. هولست ذكر أن سوني تستثمر مع فرق تطوير يابانية، وأننا في المستقبل القريب بنشوف ظهور لنتائج هذه الاستثمارات على جهاز بلاي ستيشن 5. خلونا من اليابان، عندنا لكم خبر غير زين. مسوي عرض بمناسبة رجعة المدارس على باقة شباب، واللي هو بيانات أكثر حتى 60%، وباقات شباب كلها تعطيك انترنت وبيانات لمنصات السوشيال ميديا مثل يوتيوب، سناب شات، تيك توك وغيرها الكثير. وبعض باقاتها مثل باقة 179 يجيك معاها سوشيال ميديا ومكالمات لا محدودة لكل الشبكات. شيكوا على الرابط تحت واختاروا الباقة اللي تناسبكم. كوجيما معجب جدا في لعبة جديدة، وعبر عن هذا الشيء في حسابه الشخصي في تويتر. اللعبة طبعا هي لعبة 12 minutes، وكثير منكم اكيد سمع عنها هذه الايام، وهي لعبة الغاز وتحقيق صدرت على جهاز الاكس بوكس والبي سي. وكوجيما قال انه ما استمتع في لعبة مثل ما استمتع في 12 minutes من ايام لعبة انسايت، وأكد أن اللعبة زرعت بداخله شغف التطوير للعبة مغامرات خاصة فيه. وللأمانة يمكن كان للممثلين المشاهير اللي شاركوا في الأداء الصوتي دور كبير في إعجاب كوجيما في اللعبة. لعبة تينيج ميوتنت نينجا تيرتلز شريدرز ريفنج راح نشوفها
في معرض جيمز كوم. تاريخ 25 أغسطس راح يكون موعدنا مع معرض جيمز كوم الرقمي، والحدث الافتتاحي راح يستمر لمدة ساعتين، وبيصير فيه إعلانات كثيرة لألعاب جديدة وكشوفات وغيرها. وواحدة من هذه الألعاب راح تكون لعبة الأكشن تينيج ميوتن نينجا تيرتلز شريدرز ريفنج من استوديو دات إمو. اللعبة راح تصدر خلال هذه السنة. واحدة من الألعاب اللي طلعت من تسريبات كاكم الفترة الماضية هي لعبة ريزنت إيفل الجديدة تعرف باسم أوتريج. طبعا هذا الاسم مؤقت، وبالرغم كل التسريبات ما شفنا أي تأكيد إلى الآن، لكن بحسب مسرب أخبار شركة كابكوم بايو هازارد جيك قال أن اللعبة هذه راح يكشفن عنها في جيمز كوم، وتحديدا في تاريخ 25 أغسطس. وفي إشاعة جديدة أن مسرب ثاني يقول أن اللعبة بيكشفون عنها في حلقة نينتندو دايركت جديدة في شهر سبتمبر، وما راح تكون في جيمز كوم. كل هالكلام يبقى تحت بند الإشاعات، وكلها أيام إن شاء الله ونعرف الحقيقة. إيش تتوقعون؟ هل راح يكون في جيمز كوم ولا راح يكون في نينتندو دايركت؟ اكتبوا تحت بالتعليقات. هل ممكن نشوف إعلان ريماستر لعبة ليجيسي أوف كين سول ريفر قريباً؟ أتمنى صح، أتمنى يكون هذا خبر حقيقي. سبب الإشاعة هذه طلع لأن حالياً كل ما أي شخص يحاول يشتري لعبة ليجيسي أوف كين سول ريفر ومتجر ستيم راح يطلع له رسالة إيرور وتقول له إن في تحديث جاي من شركة سكوير إينكس. طبعاً اللعبة صدرت من سنين طويلة، وأكيد ما في أي تحديث النسخة القديمة من اللعبة، بس الظاهر بنكون مع موعد مع نسخة ريماستر من اللعبة، ونتمنى الإعلان يكون قريب ويكون حقيقة، لأن سلسلة جداً رائعة. يا ساتر، 20 سنة مرت على أول ظهور لشخصية دانتي. اليوم 23 أغسطس ويعتبر يوم تاريخي لكابكوم، لأن صدرت فيه لعبة ديفل ميكراي الجزء الأول قبل 20 سنة، ومنها انطلقت واحدة من أقوى ألعاب الهاك أند سلاش إلى يومنا هذا. مين لعب الجزء الأول؟ وإيش أفضل جزء بالنسبة لكم؟ شاركونا بالتعليقات تحت عن ذكرياتكم مع اللعبة. نينتندو تتسيد السوق الياباني بنسبة رهيبة. في تقرير جديد عن سوق الألعاب الياباني يستعرض مع مبيعات الألعاب بالسوق المحلي، وبالتحديد عن أكثر 50 لعبة مباعة في شهر أغسطس. وفي التقرير 45 لعبة للسويتش، وأربع ألعاب بلاي ستيشن 4، ولعبة واحدة للبلاي ستيشن 5. ويجي البلاي ستيشن 4 بالمركز الثاني بنسبة 3.9%، وأخيرا بلاي ستيشن 5 بنسبة 0.5%. أما بالنسبة لشركات النشر، مثل ما هو متوقع جت شركة نينتندو بالمركز الأول بنسبة 43.8% من حجم السوق، والمنافس الأقرب لها هو شركة كابكوم بنسبة 24.1%. سوني أصدرت موديل جديد للنسختين العادية والرقمية لجهاز بلاي ستيشن 5 في أستراليا. طبعا سوني ما قالت إيش هي التعديلات الداخلية لهذا الموديل، بس الشيء الوحيد اللي قدروا يلاحظونه هو تغيير مسمار التثبيت للجهاز من مسمار يحتاج لمفك البراغي إلى مسمار تقدر تربطه بيدك. غير هذا الشيء ما وضحت سوني أي تحسينات ثانية، والجهاز يجي بعد بوزن أقل من النسخة السابقة. وهذه كانت أهم الأخبار. يعطيك معكم المتابعة، وشكرا مرة ثانية في فيديو ثاني في تور جيمينج. مع السلامة.